اللهم تغمد منا بواسع رحمتك، ألهم أسرتها الصبر والسلوان. مدام فاتن آسف استرجعنا المواجع معاك، لكن إن شاء الله حق منا مش هيضيع. ثقف كده، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب، يعني بنطلب من كل الجهات المعنية إنه أنا تسرع بتقديم كل المعلومات والحقائق والأدلة. يعني ليس مفهوما لماذا تأخر تقرير الطب الشرعي، ليس مفهوما لماذا تأخر الرفع تقرير رفع البصمات، البحث الجنائي إلى أين يتجه. أنا أمام ضابط جيش ماتت بنته بشكل غامض، المعلومات اللي اتقالت هنا تؤكد أنها قتلت لأن والدها ضابط جيش. تكييف القضية على إنها انتحار، يعني خلي من يكيفها في هذا الاتجاه يقدم أيضا المعلومات التي تؤكد ذلك. لكن ما نوقش على هذه الطاولة المعلومات اللي قدمت تؤكد إنه منا استشهدت قتلت لأنها ابنة عقيد الجيش العقيد شريف. والحقيقة البعض أحيانا يقول لك ما هو بلاش تلفت انتباههم وتسلط الضوء على هذه القضايا. الإرهابيون لا يحتاجون إلى لفت انتباه، هم دائما يضغطون على الزناد ويستهدفون الجميع، وفي مقدمتهم ضباط الجيش ويهددون عائلتهم وأسرهم. افتحوا شوفوا على صفحاتهم عناوين ضباط الجيش والشرطة يستهدفونهم، وعناوين السياسيين والمثقفين والإعلاميين، كل من يناصر ثورة 30/6. علينا أن نهتم بهذه القضية ونفك طلاسمها وألغازها بالمعلومات دي. منا قتلت لأنها ابنة